طفولتي ما احكي لك عنها. اولا انا طفولتي متعبه، لان اني من النوع اللي بيتوتيه، ما لعبت ويا طفل. كنت هواية اخوان وخوات؟ احنا 4 خوات واخ واحد، الله يرحمه. الله يرحمه، يرحم والديك حبيب قلبي. عشت حياه صعبه ماديا مثلا؟ ماكو انسان ما يمر. كل انسان يمر بظرف مادي. والحمد لله، يعني انا ما اقول لك لفوق ولا خير. الامور اوسطها، الحمد لله والشكر على كل شيء. وسط. اي 4 خوات واخويا توفى والحمد لله. تعلمت الغناء وانا بالمدرسه. اتذكر بالابتدائيه كنت سادس او اول متوسط، فقمت ادندل بالمدرسه. يعني تقريبا يعني عمر 14 12 سنة تقريبا. اي تقريبا. وكان عندي عمي الله يرحمه، تعرف الريف بكل مكان، فكان يعزف على الربابة. فعلمني، انا احبه، فتعلمت اغني. الحمد لله طلع مني شيء. الحمد لله. شو كنت بديتي؟ شيء بسيط. لا شيء كبير. شو كنت بديتي يعني تحترفين الموضوع مال الغناء، انه خلاص تصعدين على مسارح وتحيين حفلات والى اخره؟ يمكن من عمر 17.